أنا ببدأ من نقطة قالها أبو تركي زميل ماجد، يعني أنا أقول باقي شوية إن شاء الله ويجيب الهلال الآسيوية ويوصل العالمية بإذن الله. متفائلين كثير أن الهلال إن شاء الله قادر على تحقيق هذه البطولة. أنا من رأيي إنه المنافسة هي رتويت للموسم الماضي، هلال ونصر. احنا تعودنا في الدوري في كثير من النسخ دائما المنافسه تكون بين فريقين، واضح يمكن معمول في كثير من الدوريات العالميه سواء الدوري الاسباني او الدوري الانجليزي او الدوري الايطالي، هذا امر متعارف عليه وموجود، مو شيء غريب. المنافسه الموجوده من الاهلي والفيصلي، الاهلي انا استبعده من المنافسه، مع احترامي للاهلي يعني. الاهلي ما يعيش من مشاكل اداريه مزمنه، وقد تكون يعني في هذا الموسم تحديدا ظهرت على السطح بشكل واضح. الأهلي مشكلته ما هي مشكلة لاعبين، الأهلي يمتلك يمكن أفضل من الهلال والنصر كلاعبين سواء محليين أو حتى أجانب، ولكن الأهلي فيه مشكلة مزمنة، يعني حتى الأهلاويين يمكن بعض كثير من الأهلاويين يدركون أن مشكلة الأهلي ما هي مشكلة لاعبين، مشكلة الأهلي هي مشكلة إدارية بالمقام الأول. ترى أبو فيصل لو سمحت لي أسف على المقاطعة، ترى الأهلي بينه وبين النصر والهلال 3 نقاط، عنده 17 نقطة، تستبعدك كيف أنا يعني؟ فنيا جالس يمشي تركي. لا لا تركي، انا ما اتحدث على اليوم، انا اتحدث على طول المنافسه. على طول المنافسه، هذه قراءتي انا، انه الاهلي ما حيواصل الى اخر الدوري، لكن المنافسه اليوم اللي ممكن تتزم فيها او من خلال المعطيات الفنيه اللي تشوفها على ارضيه الملعب هلال ونصر. للامانه الاتحاد بعيد والشباب ما زال في مرحلة بناء، والأهلي هو يمكن القريب، لكن أنا أستبعد أن الأهلي يكمل المسيرة ويكمل المنافسة بشكل عام. حقيقة الهلال مثل ما ذكر الزملاء، أتصور أنه الفترة الماضية اللي شهدت هبوط الهلال أو هبوط مستويات ونتائج الهلال كان هي مشكلة التفكير في الآسيوية. اليوم بعد وصول الهلال للمباراة النهائية، وإذا حقق إن شاء الله هذه البطولة، راح تتغير حتى عملية المنافسة بينه وبين النصر، حتى الضغوطات حتخف على الفريق. شوف، عودة النصر للمنافسة بالتأكيد إن في صالحنا إحنا كوسط رياضي أو أتكلم كوسط إعلامي. استمرار المنافسة للدوري بين ناديين كبار أو لو اتسعت دائرة المنافسة، هذا بالتأكيد في صالح الدوري، لكن من خلال المعطيات الفنية وقياسا على ما يمتلك الفريقين هلال ونصر، أنا أتصور أن المنافسة راح تستمر إلى آخر جولة في الدوري بين الهلال والنصر. شكرا أبو فيصل.